يعني اعتقد هو جزء من استراتيجيه الاعتبار الامريكي استاذ احمد. وايران سوف لن تسكت، ستقوم ايضا بزياده التخصيب والتهديد بتطوير قدراتها النوويه. يعني هذا واضح، اذا ما تزداد العقوبات على ايران تقوم ايران بالرد عبر هذه الاليه. يعني فالولايات المتحده تعرف ان هذه العقوبات سوف لن تؤثر على ايران، مش لن تؤثر اقتصاديا، لا، هي فاعل اقتصادي مؤثر جدا، ولكن لن تؤثر بعمليه ردع ايران. ايران لديها قدرات على كسر عمليات الردع منذ عهد ترامب، وايران بدات لا تخاف. يعني حتى لاول مره تحصل ان تقوم ايران باستهداف اسرائيل، هو الحقيقه رد على سميتها بالاعلام استاذ احمد العدائيه التوافقيه، وهذا مصطلح نستطيع ان نقول انه يعني تحليلي، ان هناك عمليه توافق في العدائيه بين ايران، هناك يعني اهداف لاول مره تحصل حرب في العالم متفق على جميع التفاصيل. يعني الضربة إيران تبلغ عبر السفارة السويسرية أمريكا، سنضرب كذا وسوف نستهدف المواقع المدنية، نتنياهو يخرج الإعلام سنرد ولكن ردنا سيكون محدود ولن يؤدي إلى حرب في المنطقة حتى لا نخرج نكسر اتفاق مع أمريكا. يعني فهي حرب أو عدائية توافقية أستاذ أحمد. المعنى التي ترتكز عليه هذه العدائيه التوافقيه هو عمليه صناعه النفوذ. يعني ايران واسرائيل في هذه اللحظه هي ليست في لحظه عدائيه ايديولوجيه، يعني هي ليست حرب ايديولوجيه كالحرب البارده، ولكن هي حرب نفوذ ومصالح. هذا ما يحصل. هناك يعني تهاوي للقوى يعني للتيار القومي العربي ادى الى نكوص في قدرات الدول العربيه، تحاول ان تستغل الدول التي يعني تريد ان تملا الفراغ مثل ايران وتركيا واسرائيل. هو هذه القاعده سابقا. ولكن هذا فهم اذا اتفقوا على حصصهم من النفوذ والمصالح فلا يوجد، يعني لا احد يريد ان يبيد الاخر، لا ايران تريد تبيد اسرائيل ولا اسرائيل تريد تبيد ايران، كل يريد يحصل على مصالحه. موقف وموقع الولايات المتحده في هذه المعادله هي اشبه بال مدير اللعبة، يعني الحكم يصفر على هذا يعطي انذار لهذا، يعني بشكل بسيط، يعني نريد أن نفصله بشكل بسيط حتى يفهم المشاهد. فأنا أشوف المعادلة هكذا. لذلك إيران تمتلك يعني من قدرات الرد، وتمتلك أيضا القابلية على إدارة النزاع عبر دعم حلفاء والفصائل التي تغذيها للحصول أيضا على مقاصد استراتيجية. أنا قلت لحضرتك أستاذ أحمد، ايران مع الحوثيين لديها شبه تحالف ايديولوجي ولديها ايضا تحالف جيوسياسي الان، يعني هناك مصلحه جيوسياسيه تتحقق بين الجانب الايراني والحوثي، وهي التي هذه المصلحه هي التي تدفع عبد الملك الحوثي ليقول سنستهدف الاهداف في المحيط الهندي. انت رجال من اليمن، شنو علاقتك بالمحيط الهندي؟ اذا هناك يعني تحالف بتطوير التحالف الجيوسياسي والاستراتيجي بين الطرفين. يعني الحوثي يطرح نفسه الان ليس فاعل داخلي يمني ولكن مؤثر استراتيجي تولي، وهذا يدعم المصلحه الايرانيه. نعم.